بيان، اليوم باش نحلوا مسألة شائكة، باش نشوفوا مع بعضنا حالة أمل. زوج أمل من شهداء الثورة اللي سقطوا برصاص بن علي، في إطار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية، تقرر أن تتحصل جميع عائلات الثورة على تعويضات، كلهم ككل ضحايا الدكتاتورية. وتحصلت أمل على تعويضاتها إثر قرار من والي بتطبيق قانون الإرث. نشوفوا مع بعضنا قانون الإرث. أم الشهيد أخذت السدس من التعويض، زوجة الشهيد اللي هي أمل أخذت الثمن، الطفل أخذ الثلثين من التعويض، والطفلة تاخو شطر خوها. هذا بالطبيعة بعد ما قاموا بطرح نصيب الأم والزوجة. أين الخلل؟ حلل ونقش. ما تنساوش باش تركزوا على وجود وتطبيق العدالة في الحالة هذه. يعطيكم الصحة. الفصل 21. المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.